أهلا بكم أعزائي المشاهدين استثنائيا اليوم السبت ونحن في حلقة خاصة من برنامج الشارع العربي ورحب بضيف الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة مصر الأسبق مباشرة على الهواء من استديوهات تلفزيون دبي أهلا وسهلا فيك سيد شفيق أهلا. أهلا طبعا اليوم التطورات في مصر تحتم علينا هذه الحلقة المباشرة مصر التي كانت ولا تزال بوصلة العالم العربي ورأسه فإن استيقظت استيقظوا وإن نامت ناموا مصر اليوم نفضت عن نفسها غبار الامس وثارت باحثه عن وجه جديد يناسب تطلعات شيبها وشبابها في اقامه دوله تعيد حيويتها التاريخيه المعهوده داخل المجتمع المصري اولا وفي الفضاء العربي والدولي ثانيا فكانت محطتها الاولى في وصول من كان محظورا سياسيا الى سده الحكم جماعة الأخوان المسلمين الذين فازوا بنصف أصوات المصريين ليحكموا, ليحكموا كل المصريين من يؤيدهم ومن يعارضهم ومن يخافهم ويخاف على مستقبل مصر من تسلل مشروع ديكتاتوري آخر يقضي على المكتسبات الديمقراطية لخامس والعشرين من يناير خوف يبرره اليوم القرارات الفجائيه للرئيس المصري الحالي في تحصين سلطته تحت عنوان تحصين منجزات الثوره كما ترى كل اطراف المعارضه من اليمين الى اليسار ارحب بك مجددا فريق احمد شفيق رئيس الحكومه المصريه السابق وطبعا المرشح الرئاسي السابق خليني ابدا من السؤال الذي يدور في كل ذهن مصري وعربي اليوم لماذا اقدم الرئيس محمد مرسي على هذا الإعلان الدستوري بشكله الذي شهدناه يوم الخميس أه أقدم طبعا شكري الخالص الأول على إعطائي هذه الفرصة للمناقشة في هذا اليوم في في شكل استثنائي خارج عن برنامج الطبيعي أه أقدم الرئيس المصري على ذلك لأنه وجد شيء أه او جماعته وجدت شيء من الحصار على تصرفاتها معارضه للكثير من رؤاها وبالتالي ما فيش استعداد للتفاهم ما فيش استعداد للاستيعاب من الغير عندنا برنامج واضح ومحدد عايزين ننفذه أه فما لقينا ان الجبهه المصريه الداخليه أه سوف تقاوم ولو ولن تكون متساهله في تطبيق المطلوب مننا فكان لازم نفرض شروط جديده تحكم السيطره على الجبهه وحركتها طيب أنت عم تقول في بروجرام أو في برنامج كامل أيوة لدى الإخوان أيوة المسلمين يريدون أيوة تطبيقه أيوة مع بمعنى ما عم بيقدروا يمشوه يعني هيك فهمت عليك أما ما, ما أما لقينا هذا تردد في أنهم حيمشوه اضطرينا أيه نحط بقى برنامج اللي هو شو برأيك هو البرنامج البرنامج؟ إحكام السيطرة على الجبهة المصرية تطبيق المنهج بتاع أو الخاص بجماعة الجماعة الإسلامية الإخوان المسلمين على الساحة المصرية اما وجد مقاومه لذلك، وجد انها لن يست... لن يمكن تطبيق هذا المنهج، لن تستجيب الجبهه المصريه لهذا الفكر المتطرف الغير مقبول من غالبيه الشعب المصري فاضطرينا في تصرف مندفع وغير مدروس وغير متعمق نطلق قرارات لن يمكن بحال من الاحوال ايوه تطبيقها وهذا ما نحن فيه اليوم وما نواجهه اليوم ولكن هو يقول انه ما انه لن يتراجع وانه هذا الإعلام السوري والجبهه الداخليه المصريه لن تتراجع والمصريين لن يتراجعوا وين المعركه اليوم؟ نتيجة. في الشارع؟ في الشارع وفي البيت وفي كل مكان لن تتراجع الدوله المصريه ده ده منهج حياه م. مش ممكن ابدا حضرتك تيجي النهارده تقول لي غير دينك مش ممكن مش ممكن تقولي لي غير اسلوبك في الحياه مش ممكن ده انتوا قله انتوا كام انت هم كام 50% في... من اصوات الشعب لا 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 لا, لا غير مظبوط انت 50 وهم 50 ابدا 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 كل الشعب المصري يعلم اعمل لي النهارده سنداج او اعمل استفتاء او اعمل زي ما تسميه هتشوفي كام في الميه ال 50% اللي جت بازازه زيت وكيلو سكر رشوه للرجل الفقير الفقر مطع اللي عايز يعني يعيش ام ياخد ازاز زيت, زيت وكيلو سكر ام يدي صوتي ده ما كانش ما كانش الاصول اعتقد الشعب المصري وعى النهارده الى الى اي درجه هو خدع في المحاره السابقه ما يدور اليوم خدعه كبرى في مصر وسوف تنتهي وتنتهي قريبا جدا سيد شفيق أنت تعرف أنه أيضا هناك من يلوم وجودك في هذه الانتخابات لنجاح <applause> عفواً <عن> إخوان المسلمين <applause> بمعنى أنه هناك من انتخب الإخوان المسلمين لأنه لا يريدك فقط ليس محبة بهم أه بعد وإنما كرهن بك بعد كل المبررات اللي حضرتك بتقوليها دي وبدون حزب خاص بأحمد شفيق وبدون دعم خارجي بالمئات الملايين لاحمد شفيق وبدون 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 برغبة داخلية خاصة من المجتمع المصري أحمد شفيق حقق خمسين في المية وهناك شيء من التزوير في النهاردة أه كلام بشأنه هتكلم عن الخمسين في المية الخمسين في المية اللي تحققوا تحققوا بمجهود شخصي بمجتمع ما فيش أي دعم ليه طيب اليوم اين اين ولائك لل 50% من المجتمع المصري؟ انت تجلس بعيدا عن لا, مصر. لا 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 ارجو الا تذكري هذه الكلمه، لا تسوى كل زعماء العالم، اعوذ بالله من كلمه زعامه دلوقتي يعني ما لكن بقول آه زعامات كثيره جدا في العالم ايه؟ اضطرت في فقر فتره وال والمقاتل بيتصرف بالشكل ده. انا لما اكون بقتلك اما اكون بحاربك انا اعي تماما امتى احط قدمي في الموقع ده وامتى استنى شوية عشان احط قدمي وقت ما سوف اكون في الساحة في الداخل في الدقيقة اللي انا هقررها عشان انا مقاتل وخبرتي الطويلة تتيح لي ان انا اقدر امتى اكون لكن انا اكون النهاردة في وسط صبية بيلعبوا بالقانون صبية بيلعبوا بالقانون ويفتعلوا قضايا ومسخرة عشان خاطر يحطوا فلان وراء القضبان ولا يحطوا فلان وراء القضبان لست هذا الشخص الذي يعني يعني يتلعب بيه بهذه الطريقه انا اعي تمام ماذا افعل كل دول اطفال جنبي كل دول ببص لهم نظرتي الى طفوله كده اهو عماله تلعب بما في فيها اليوم محمد البرادعي حمدين صباحي عمر موسى اليوم هم في ساحة بشكل حقيقي مظبوط مظبوط لان سبق هم مل... لستوا مستهدفين كما انا مستهدف ليسوا مستهدفين م. كما انا مستهدف واذا كنت انا مستهدف واحط كده احط السكينه في ايد غريمي واقول له اذبحني كده ابقى انا لست مقاتلا ولا افهم معنى القتال معنى القتال ان انا في الوقت اللي انا اريده انا اللي احط السكينة على رقبته ليش لماذا انت مستهدف اكثر منهم هل تشكل خطر 50% بمنتهى البساطة عشان خمسين في المائة اللي من غير حزب مسنود من هنا ولا مم. دعم مالي بيجيلي من دولة كذا ولا دولة كذا من هنا ولا 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 بس كده مم. أنت بتعرف طبعاً إنه مثل ما أنت بتشكك بالخمسين 50% التي حصل عليها الإخوان المسلمون، هم أيضاً يشككون ب 50% التي حصل عليها الساحة المصرية، انزل يق المصرية. خليني أقول لك، اليوم آه يقال هناك كتلتين في آه مصر، كتلة إسلامية اللي هي الإخوان المسلمين ومعهم السلفيين، آه وكتلة علمانية وليبرالية، ووراء هذه الكتلة الثورية الحقيقية يختبئ من يعتبرون بالنسبة لبعض الشوارع في في مصر رموز النظام السابق الذين مارسوا مهامهم أثناء تواجد مبارك أي قبل الثورة كويس أرد عليك أنا أحمد شفيق أي. مارست مهامي أثناء النظام السابق لي ليجيء أي مخلوق من المخالفين دول ويقول لي مارس إيه وخدم الدولة في إيه قد ما أنا خدمت أنا م. مارست ليس كلام فارغ اللي بيقول ان كل من مارس عمله اثناء النظام السابق مظبوط الاخوان النهارده اللي بيتشدقوا بالكلمات كانوا في النظام السابق اعضاء في مجلس الشعب ووقفوا في مجلس الشعب يا ريتني كنت جبت لك البيانات معايا دلوقتي وقفوا يوم ما وقف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ينتقد سلوك او مسلك الوزارات في التصرف الوحيد اللي وقف شكر وشكر بين احمد شفيق في وزارة الطيران ووقفوا الاخوان بالتسجيل بالصوت والصورة موجودين يشكروا في احمد شفيق على اداؤه اذا احمد شفيق بصرف النظر عن النظام السابق ومميزاته وعيوبه احمد شفيق عمل شغل كان من نتيجته ان الساحة الداخلية ب ب ب ببلاش ادوله خمسين في المية المواطن المصري واعي وابعدي بقى عن الفقر الفظيع <متحدث> <على> الفأر المدقع <المطقى متحدث> بيجبر الإنسان على إن هو ما ياخد إزاز الزيت ده راجل غلبان <متحدث> القديم قالوا ابعد عن الفقير والجاهل عندما يعني يعني آه تبحث عن الأصوات لأن الفقير مسكين قد يضطر إنه يبيع صوته في مقابل إنه ياكل أيه. والجاهل غير مدرك هو بيدي صوته فين بس بس هو بتعرف انه الفقير هناك من هو مسؤول عن ايصاله لهذه المرحله هيبيع كل الحق صوته ليك كل الحق للقمه خبز او ليك للزيت ليكي كل الحق الفقير لدرجه ان صوته يتاثر بفقره في من هو مسؤول عن ذلك الحقيقه وحالتك اصبتي عين الحقيقه مين هو الدوله دوله الدولة بأنظمتها المختلفة اللي, اللي يعني اللي مرت بيها طب أنت كنت جزء منها لسنوات طويلة في قطاعي نشوف قطاعي عمل إيه انزلي مصر م. وشوفي أما نزلتي مصر قبل 2002 ونزلتي مصر بعد 2002 الشعب المصري كله قال إيه والعالم الخارجي قال إيه بس عم تحكي عن المطار لا 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 ما ايه ما عمليش حبيبتي ما عمليه, عملية منظومة لانه مع احترامي يعني صعب لا 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 بس خليني يعني انا يعني اكيد انا خبرتي اللي ت... اللي تقدر م. تفهمك الموضوع م. العمليه عمليه منظومه متكامله م. عمليه منظومه بشر منظومه اداره منظورة علميه منظوره قائمه على على اسس مرتبطه بالعالم الخارجي طيب. لان يعني اعتقد دي مش مش حكايه مطار وانا م. مش سعيد بكلمتك لان العمليه مش عارفة. مطار ايه لا طبعا مش مطار طيب. أه ساعات الفريق بدي اسالك اليوم كيف انت قلت انا انا بخبرتي كرجل دوله وهذا يشهد لك كثير من المصريين عليه انت رجل خبير باداره الشؤون العامه أه كيف اليوم تدير معركتك من هنا أه مع اليوم معركه مصيريه تعتبر بالنسبه كويس. لمصر آه. تفتكري حضرتك هل هو من المنطق او من السلوك السوي ان انا انزل النهارده يقولوا لي تعالى اقف قدام المحكمه عشان انت عملت مترو داخلي جوه المطار كلفته كذا مئة مليون جنيه وكان ممكن تجيب بصات باربعين مليون جنيه عشان واحد غير مدرك بيقول ده نوع من اهدار مال الدوله انه يعمل بيبول موفر داخل المطار او مترو داخل المطار <applause> عشان يحول المطار الى مطار عالمي اما انا ايه؟ دي بقى نكمل ان انت سألك. لا انت أما أنا, لأنه بغير بغير اما انا انزل النهارده احاسب أيه. عشان هذا الموضوع طيب. هل هذا منطقي اني احط رقبتي كده تحت سيف غريمي <applause> او عدوي؟ ايه لا انا عم بسالك اليوم كيف عم تتواصل مع أنا بتواصل عندي قدرات عندي قدرات قعدتي معاك النهارده نوع من التواصل قبولي م. قبولي إن انا أجى النهارده فجأه بعد اربع خمس ساعات من الاتفاق واجي اقعد مع حضرتك مش عشان حاجه عم تستخدمنا مع <applause> ايوه ايوه بستخدم مش عايز كلام زي ما انت بتستخدميني معناتها خليني اسالك اللي بدي اساله ايوه زي ما انت بتستخدميني <applause> في الشغل ليكي <applause> انا بستخدمك في التواصل مع... مع مع مع, داعميني وال, وال... والقوة اللي بتدعمني لا حقيقه انت عم بتنسق عم بتنسق مع القيادات على الارض مش عايز كلام يوم. مش هذا كلام طيب مع البرادعي، مع مرموسه، مع أه حمدين صباحي صار في اتصال؟ انا انا, أنا, أنا لسه قريبا جدا، أي. ان يا جماعه جهزوا نفسكم، انا جالي مندوبين، م. جالي هنا مندوبين من عند الاخوه اللي في مثل هذه التكتلات وقلت لهم ادوني فرصتي على بال ما ال... ال... لن اندمج مع اخرين لكن هقف في الصف معاهم عشان كلنا نبقى ضد الاخوان للاخوان هم الجسم الغريب النهارده اللي بي... هم اقرب اليك اليوم من آه من آه الاخوان كل يوم مش اليوم بس وقت يوم. الانتخابات ما كانوا اقرب قالوا لا فلنقف مع الاخوان م. لانهم ما جزء من الثوره ضد النظام السابق المهم المبدا مش مهم يقفوا فين المهم المبدا الاخوان بيتبنوا فكره الاخوان كرجل متدين أي. على بدليل ليه ليه اصدقاء من الاخوان أيه. وبقى بتبادل معاهم الزيارات ومتفاهمين طبعا لبعض لكن المبدا السياسي اللي بت 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 بتتخذه جماعه الاخوان يختلف تماما مع ما انظره بالعكس طيب. انا في الحاله دي اقف في الصف مع الاخرين ضد الاخوان كيف كيف يعني اليوم قلت لي في مندوبين منهم ايوه فيك تحدد لي اكثر فيك نشرح اليوم لا يعني لا لا هدول المندوبين لك موجودين في جم والتقوبيا. انت بعيد عن الميدان أيوة. اللي اليوم شو هي العلاقه مش بعيد عن الميدان حضرتك متخيل ان انا بعيد عن الميدان ما انا عم بسالك لتش... لي. لا تشرح بعيد عن اطلاقا بالعكس اللي النهارده في حاجه اسمها الحركه الوطنيه المصريه ايه؟ حريك حضرتك اسالي عليها في مصر وجاري تشكيلها والحركه الوطنيه دي فيها اساس تتشكل من شهرين ولم نرى منها شيء مش مهم اصلا في 13 مليون مصري مم. حاطين ايدهم في ايدي كده موافقين تماما على منهج طب هل انت اليوم مع مع الهجوم على مقرات مثلا الحزب الحريه والعداله آه وجهت المناصرينك لاي آه اي طبيعه من شوفي حاجه انت آه اصل الفعل له رد فعل ايه؟ الناس ليه ليه عملت كده مع المراكز الخاصه بالاخوان المسلمين؟ لان هم بيعملوا كده لا هو مفهوم بس انت مع هاي الخطوه؟ اطلاقا انا مش معاها مم. ودائما بقول نتظاهر نتظاهر بسلميه. النهارده الاخوان المسلمين أيه. راحوا قدام عشرات الالوف طيب. عند دار القضاء العالي والاجتماع شغال جوه بتاع رجال القضاء عشان يتخذوا موقف من قرارات رئيس الجمهوريه وبيضربوهم بصواريخ بيضربوهم بصواريخ فوق الرؤوس طيب. آه رد الفعل يكون ايه؟ احنا بشر مم. بس اسمح لي روح على فاصل سيادة الفريق ونرجع فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى أحمد شفيق وهذا الحوار عن تطورات مصر بعد الإعلان الدستوري من قبل الرئيس محمد مرسي لحظات